لابد من تضحي أولادها. بيت أنا عندي دارها أولادها أول شيء هي تضحي من أجلهم كلش، من تربية أولادها، هذه هي بعد التربية الصالحة، هي لازم المرأة تقعد في الدار، لازم تضحي بكلش، لو كانت ما نعرف كاع في الدولة تحبط تخلي كلش المنصب تاعها، ولو كان مهما كان المنصب تاعها تخليه موراها وتجي تربي أولادها. المرأة تخلى الوظيفة ديالها حتى كما نقولوا احنا تدير ديال الدار والذراري، فما اللي تخلف على الوظيفة هذا. اما ما كان كما نقول احنا وراي تخدم بالماجيني لحب تعاون ولادها ورجلها ما تخلفش حتى كما نقول احنا تكون متقاعده. نقول الله غير الله يجعل الخير، هذا الزوج راهي صار يطلاق راك فاهم، باسكو علاه ما خلاهاش تخدم. هذا راجل نعمة اللي جاي مخليش الزوجة تاعو تخدم، انا اللي نخدم، انا رب البيت. بصح اللي يشوفوها فيها بالعكس دوكا تقول لك انا لا ما خليش نخدم نطلق. كانت هذه رأي بعض المواطنين الجزائريين فيما يخص ملفنا الصباحي اللي نعود نذكره به، متى تكون أو متى تتخلى المرأة عن عملها. والآن نأخذ كذلك رأي المدربة في التنمية البشرية سيدة مقراني حكيمة للرحب بك. صباح الخير. أهلا، صباح النور وشكرا على هذه الدعوة. وهي مستشارة أسرية وتربوية كذلك. يلا بداية خلينا نعلقوا على وش كنا يعني نسمعوا من خلال كاميرا صباح الشروق عن رأي المواطن الجزائري فيما يخص ملفنا الصباحي لنا اليوم. دونك أول شيء نتحدث عليه أنه أغلب الآراء اتفقت على شيء واحد، اتفقت على أنه ممكن أنه المرأة الجزائرية تتخلى على العمل تاعها بسبب الأسرة تاعها، هذا شيء متفق عليه من الجميع، انه المرأة الجزائرية ممكن جدا انها تتخلى على العمل تاعها من اجل الاولاد، من اجل البيت، من اجل الزوج تاعها. اكيد يعني لهنا قبل ما نطرقوا الى الاسباب، بداية تشوفي انه في وقتنا الحالي ضروري عمل المرأة؟ والله لو نشوفوا انه كيف كانت مثلا نولوا 20 سنة من قبل، نشوفوا أنه الفتاة الجزائرية بصفة عامة كانت تتلقى التعليم المتوسط، تعليم الابتدائي إلى كثرت بزاف، ممكن تعليم المتوسط بعدها قليل وين تكمل تعليم تاعها، وبالتالي وش يصرى؟ تقعد في الدار تتعلم مختلف المهارات اليومية الخاصة بالمرأة، بعدها مباشرة يعني تتوجه للبيت الزوجية تاعها. اليوم نشوفوا أنه هذا التوليفة هذه تغيرت تماما، وإن أصبحت الفتاة تتلقى يعني يعني تعليم وتعليم عالي، نشوفوا اغلب يعني تكمل دراستها، تكمل دراستها اليوم يعني ولو يلحقوا حتى الماستر دو اغلبهم او الدكتوراه حتى فوالا. دونك اليوم صارت الفتاة الجزائرية غير الفتاة اللي كانت قبل 20 سنة من الان، يعني نقولوا تغيرت طريقة التفكير كذلك، تغيرت طريقة التفكير. وهذا يعني يحسب على العائلة الجزائرية، لانه ولات اليوم الفتاة في الماضي كانت تقرأ ولا ما تقرأش نفس الشيء، اليوم نشوفوا أنه المجتمع الجزائري يطالب الفتاة أنها تقرأ وتتحصل على دراسات عليا. الآن يعني الفتاة قرأت وتحصلت على دراسات عليا، مباشرة بعد ما تكمل دراسة تاعها راح تقول لك أنا الآن كملت دراستي، ماذا بيا نحط هذه المعلومات اللي راهي عندي، يعني سواء دراسة ممكن اللي توجهوا للجامعة، ممكن أخريات يتوجهوا للتكوين المهني، وين نفس الشيء راح تخرج بصنعة، يعني تقول لك أن ماذا بيا كل هذه المعارف اللي راهم عندي نحطهم على ارض الواقع. يعني تشوفي انه هاتي المراه يعني تقدر انها تتخلى على كل هاتي الاجتهادات والدراسه نتاعها من اجل الاسره؟ هنا قبل يعني ممكن اذا كان انه وصلت لبعض المراحل المعينه ممكن انه ما نقولوش تتخلى، ولكن اداره اولوياتها تختلف. هكذا لما تكون بنت مثلا تقدر تعمل وتوازن ما بين العمل تاعها داخل المنزل والعمل تاعها في الخارج، يعني بطريقه سهله منظمه. علاش؟ لانه ما عندهاش مسؤوليات كثيره. ولكن نشوفوا انه المراه لما بعد الزواج هنا راح تدخل في تحديات، هنا راح تدخل في مسؤوليات عديدة، كذلك راح تكثر المسؤوليات، راح تكثر المسؤوليات تاعها، راح تولي زوجة،
تولي أم، تولي مربية، ومؤخرا يعني المسؤولية اللي زادت وراهي ترهق الأمهات اليوم اللي هي الأم المعلمة، الأم المدرسة داخل المنزل. دونك هنا بالإضافة إلى يعني العمل تاعها اليومي داخل البيت اللي المفروض أنها تعمله يوميا. دونك كل هذه التحديات هذه جعلت من المرأة العاملة يعني تدخل لهنا يعني لهنا تقدر أنها تصنع فارق بينها وبين امرأة أخرى، أكيد، أو فوارق شخصية، أكيد أكيد أكيد. هنا يعني من حيث التفكير نعرفوا أنه طريقة التفكير تختلف من مرأة إلى أخرى، يعني نقدروا نميزوا نوع المرأة اللي تقدر أنها تتخلى على وظيفتها. أكيد أكيد. إحنا عندنا في المنديرو تحليل الشخصيات، عندنا بعض الشخصيات اللي هي يعني طبيعيا عندها قدرة على أنها هي في أول شيء أنه المرأة بصفة عامة تكوين الدماغ تاعها يسمح لها أنه تقوم بعدة مهام في نفس الوقت. هذا تكوين الدماغ، عكس الرجل اللي يركز في شيء واحد، يعني لما يكون يعمل عمل معين راه يركز في هذاك العمل. المرأة لا، المرأة ممكن أنها تركز في عدة أشياء في نفس الوقت. هذا من جانب. من جانب ثاني عندنا حسب تحليل الشخصيات، عندنا بعض الشخصيات الخاصة بالمرأة وين ما تقدرش تتحمل الكثير من الضغوطات. ممكن يا إما تتحمل خارج المنزل يا إما تتحمل داخل المنزل. دونك هذا الشيء راح يجعل أنه راح يعني ما تقدرش توازن ما بين عملها داخل الأسرة وما بين عملها نوع هاته المرأة. دونك هنا شوفي ممكن أنه نقول المرأة اللي هي في الغالب احنا نعرفوا أنه تأثير البيئة كبير جدا على شخصية الإنسان. نلقاو فئة أنه يعني ما يتعودوش على العمل أثناء يعني قبل الزواج. أنا شخصيا يعني هنا كانت عندي تجربة في هذا المجال وين جاتني استشارة السيدة قالت لك أنا قبل الزواج كانوا الأم تاعها تقول لي قرايبرك. دونك قالت لك يعني ما تعلمتش أي شيء، ما كانش عندها أي مسؤوليات، الدراسة فقط. بعد الزواج قالت لك العام الأول صدمت بمسؤوليات ما كانتش يعني تنتظر فيهم. بعد الزواج وش صار لها؟ أنه العام الأول قبل مجيء الأولاد كانت صبح في العمل تاعها، العشية يعني تروح يا إما لدارهم يا إما لدار أهل الزوج تاعها. قالت لك بعد قدوم الطفل الأول لقيت أنه مستحيل أني نزيد نخرج للعمل. قلت لك يعني تخليت على كل هذيك الدراسة وكل يعني الشهادات، يعني حتى في العمل تاعها كان يعني العمل تاعها كما يقولوا مليح. دونك هنا اضطرت أنه من أجل الأسرة تاعها تتوقف على العمل. هنا السبب وين راح؟ السبب أنه هذا البنت هذه ما تحملتش مسؤوليات قبل الزواج. دونك هنا احنا واش نوصيو للامهات؟ انه معليش بنتك تروح تقرا، ولكن لما تدخل للمنزل نحاولوا انه نحملوها بعض المسؤوليات البسيطه. لازم تتعود، يعني لازم تتعود عليها، بهذا لما تروح، لما تتزوج، لما تروح للحياه الاسريه تاعها، دونك هنايا ما راحش تصطدم بهذيك المسؤوليات هذيك. يعني 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 هذه من بين الاسباب نقولوا هي العلاقه الزوجيه، يعني المراه بعد ما تتزوج كاين يعني في اسباب اخرى متعدده ومختلفه تخلي انه المراه دائما تتخلى على الوظيفه نتاعها غير الزواج. في اسباب اخرى؟ اكيد اكيد. غير الزواج في الضغط النفسي اللي تتعرض عليه المراه العامله بصفه عامه، سواء الضغط النفسي من الداخل او من الخارج. نقصد بالضغط النفسي من الداخل يعني داخل العمل تاعها، ممكن انه من طرف لي ريسبونسابل تاعها في العمل، رؤساء العمل. دونك هنا راح يسبوا لها بعض الضغوطات النفسيه اللي تخليها ما تتحملش انها تواصل في هذا المجال هذا. هنا ممكن اشير الى نقطه معينه، هو انه الانسان لما يعمل في عمل يكون ضمن رسالته في الحياه
حتى ويتعرض للضغط، حتى ويتعرض يعني لصعوبات وتحديات، هنا راح يكمل في المجال تاعو، ما راحش يتعرض لهذا الضغط، انما يواجه هذه الصعوبات. انما يواجه، لماذا؟ لانه العمل تاعو راح يتوافق مع رسالته في الحياه. وقتاش ممكن انه الانسان يتخلى على العمل تاعو؟ إذا كان العمل تاعو مجرد عمل فقط، مجرد وسيلة ليكسب منها المال فقط. هذا يعني بالنسبة لأي شخص، لكن احنا نتحدث عن المرأة، يعني وينتها لازم عليها أنها تتخلى عن الوظيفة نتاعها. هنا نقولوا أنه تتخلى تماما على الوظيفة تاعها، هنا لما ما تقدرش توازن يمكن ما بين حياتها الشخصية والعملية، الشخصية وما بين حياتها العملية. أول شيء لما ما تقدرش توازن، احنا نعرفوا أنه المرأة لما تدخل في المجال العملي تنسى نفسها شوية، وإحنا هذا أهم شيء نركزوا عليه، خاصة يعني لما تنجب الأولاد. لما تنجب الأولاد، نعم. دونك احنا هنا نركزوا ونقولوا أنه يعني تولي تعطي كل وقتها لأولادها، للزوج تاعها، للشغل تاع البيت، وتنسى نفسها تماما. يعني ما تخصصش وقت لنفسها. هاد المرأة، هذه العاملة اللي ما راحش تخصص وقت لنفسها في الأسبوع، هذه أكثر واحدة معرضة للضغط النفسي. من يعني هل يمكن يعني تنمية المهارات في التنمية البشرية من خلال نقول هذا المجال، حتى تخلق هذاك التوازن تاع المرأة ما بين حياتها الشخصية وحياتها المهنية، حتى ما يأثرش جانب على الآخر؟ أكيد أكيد. احنا في العادة في الدورات اللي نقدموها في التنمية البشرية عندنا دورة التخطيط الشخصي ولا دورة إدارة الحياة، هنا وين المرأة تتعلم كيفاش توازن ما بين مختلف الجوانب الحياتية تاعها، من بين الجوانب الحياتية نفسها، جوانب الخاصة بها هي، وكذلك الجانب المهني تاعها والجانب الأسري تاعها. دونك هنا راح نعطيوها توليفة معينة اللي عن طريق هذا التوليفة ممكن أنها تحقق هذا التوازن هذا في الحياة. يلا وش هي نختموا يعني اليوم جيد ملفنا جيد الصباح. الآن أول شيء المرأة لازم تعرف تدير أولوياتها. هكذا قال، على الأقل أنا ندير جدول بالأولويات تاعي في هذه الحياة. أسك العمل تاعي يعتبر الأولوية رقم واحد بالنسبة لي؟ أسك الأولاد تاعي؟ أسك نفسي؟ أسك الزوج تاعي؟ احنا في غالب الأحيان نقولوا أنه المرأة لازم تجعل نفسها رقم واحد. تجعل نفسها رقم واحد. لماذا رقم واحد؟ أنه نعرفوا إذا تعبت المرأة في البيت يعني التوازن تاع البيت راح يختل توازن البيت كله. ولهذا أعطي وقت لنفسك، وقت خاص ما بينك وبين نفسك، أنت حرة في قضاء هذا الوقت. يا إما أغلب يعني النساء يحبوا الشوبينج، يا إما تحدي ريسبور، يا إما يعني تمارسي هواية معينة. مهم يكون عندك أسبوعيا وقت لنفسك أنت فقط. هذا أول يعني المحور تاع التوازن. بعدها نعطي وقت للأولاد تاعي، هكذا الأولاد والزوج يعني الأسرة الصغيرة. هنا لما نقول نعطي وقت للأولاد تاعي، وقت الدراسة اللي نقري فيه أولادي ما يعتبرش وقت للأولاد. الوقت اللي نقعد مع الزوج تاعي نتحدث على الأولاد وعلى المشاكل اليومية ما يعتبرش وقت للزوج. دونك هنا يعني نقعد مع أولادي، نلعب معاهم، نضحك معاهم، نشوف اهتماماتهم، ممكن نخرجهم. دونك هنا راني مديت وقت. هنا يكون منظم، يعني نقدر لما ندخل للبيت لربع ساعة إلى نصف ساعة الأول نعطيه للأولاد تاعي. نسبة الغياب كانت حوالي 8 ساعات في اليوم، دونك بمجرد ما ندخل نعوضهم هذاك الوقت بحيث أني نقعد نقصر معهم فقط. هذا بالنسبة للأولاد. نفس الشيء بالنسبة للزوج. ونحاول في الأعمال المنزلية هنا نحاول أني نقسم المسؤوليات. هنا أنا راني نعمل، إذن مفروض أنه زوجي يكون متعاون مع الزوجة تاعو. دونك هذا راح ينقص على المرأة العاملة، على الزوجة المعاملة، يعني العديد من المسؤوليات داخل المنزل. هذا يعني من جهة. من جهة ثانية نحاول أني على الأقل مرة في 15 يوم، مرة في 20 يوم مع العائلة، يعني نخرج خارج المنزل تماما من أجل تجديد الطاقة، ومن أجل يعني أنه الإنسان تتجدد النفسية تاعه. أكيد دائما الإنسان يحتاج إلى هذا الشيء. شكرا لك سيدة
حكيمة مقران، ذكر برك أنك مدربة أقول في التنمية البشرية وكذلك مستشارة أسرية وتربوية. نورتنا بالحضور نتاعك، وكذلك لا نهمل الجانب الصحي وحفاظا دائما على صحة مشاهدينا. أكيد مجموعة من النصائح اليوم راح ننتهوا على فوائد الخص، يعني في آخر دراسات أنه يقي من مرض السكري والعديد من الأمراض راح نكتشفوها أقول في هذه الورقة وبعدها رجعنا. يلا